محمود سليمان، عضو الجمعية المصرية الأوروبية لأمراض القلب ورئيس قسم القلب مستشفى الطلاب جامعة عين شمس. أنا حابب الحقيقة أن أتكلم عن حاجة يمكن كلنا دلوقتي كدكاترة السؤال الدارج، يعني إيه قسطرة يا دكتور؟ العيان مش هتكلم على إن إمتى يطلب لك القسطرة أو لأ، خلاص أنت رحت للدكتور وقال لك أنا عايز أعمل، أنت محتاج قسطرة على القلب، فالقرار اتاخد إنك محتاج قسطرة على القلب. المشكلة اللي بتحصل إن أنت بتسيب الدكتور ده وتروح لدكتور واثنين وثلاثة عشان تتفادى قصة القسطرة، قصاد إن أنت لو عرفت يعني إيه قسطرة يمكن تتحل 90% من المشكلة، ما نحتاجش إن إحنا نروح لأكتر من دكتور، وقد يكون فيهم حد يقول لك لا خلاص أنت مش محتاج، من الآخر يعني يمشي على هواك كمريض وده هيضرك أكتر. فتعالوا مع بعض بالراحة كده نعرف يعني إيه قسطرة. القسطرة دي حاجة بسيطة جدا، القسطرة التشخيصية احنا بنعتبرها جزء من الفحوصات اللي بتتعمل للعيان. صحيح الفحوصات دي بندخل حاجات بيبقى فيه معدل خطورة وإن كان قليل جدا. القسطرة ببساطة أول سؤال بيسأله العيان انتوا هتنيموني ولا لأ؟ لأ احنا ما عندناش تخدير في القسطرة، على الأقل في القسطرة التشخيصية في الأول. بعد كده طيب أنا هتوجع ولا لأ؟ لأ، لأن ببساطة إحنا بنخش سواء من الإيد أو من الرجل بنخش ببنج موضعي، والجملة اللي دايماً أقولها إن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا شرايننا من جوه من غير إحساس، أنت لو حاسس بسريان دمك طول النهار كان هيبقى يعني كان هيبقى ده معناه إن في إحساس، إنما الحمد لله ربنا خلقنا إحنا ما عندناش شرايننا من جوه ما فيش الإحساس. وبالتالي انا لما بدخل الحاجات بتاعتي جوه جسم العيان سواء من الايد هنا او من فخذ الرجل الموضوع بيبقى بسيط جدا، بنوصل بالادوات بتاعتنا للقلب، بنحقن صبغه. هو يا دكتور بتحقنوا صبغه؟ ده قالوا لي الصبغه دي مضره. ما حضرتك احنا قبل ما بنعمل القسطره بنجهز كل حاجه، بنطمن على الكلى بتاعت حضرتك، واذا كان فيها مشكله بنبلغك، واذا كنا نقدر نعمل ولا ما نعملش بنعالج الكلى اذا كان فيها مشكله، في نفس الوقت بنستعمل انواع مخصوصه من الصبغات. بعد ما بنحقن الصبغه في الحاله دي بنقدر نشوف الشرايين بتاعه حضرتك اخبارها ايه، ونقدر نقول لك المشكله اللي موجوده ايه ونحلها ازاي. فانا ببساطه يا جماعه ما حدش يخاف من كلمه قسطره، الكلمه قد تكون بالنسبه لناس كتير قوي مرعبه، انما اذا عرف السبب او يعني الانسان عدو ما يجهله، فانت حاول تعرف ايه المشكله وحاول تعرف ايه الحاجه وبعد كده اعترض، انما مش مجرد طلبه القسطره لا خلاص احنا يا جماعه لا انا هروح انا مش هعمل حاجه انا مش عايز اعمل حاجه اللي احنا بنشوفه من الناس. لا القسطره حاجه بسيطه جدا ليها احتياطاتها، الدكتور بياخدها. ودايما اقول حاجه بسيطه للناس، انت بتركب مع سواق ما تعرفش هو بيسوق كويس ولا وحش، بس وببساطه بتركب وتروح. طب ركبت معاه ليه اذا كان ما تعرفوش؟ فما بالك انت بتروح لدكتور لا انت عارفه وسائل عليه وجيرانك مجربينه وبيشتغل في مكان محترم. فنصيحتي انت الاول اعرف يعني ايه القسطره وبعد كده اعترض عليها، بس وربنا يكتب الشفاء للناس كلها ان شاء الله.